السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة تعليم الابتدائي والأساسي، تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. أقدم لكم اختبار الفصل الثالث في اللغة العربية. استمعوا معي إلى النص. اجتمعت الفصول الأربعة واختلفت فيما بينها، ما هو الفصل المفضل لدى الناس؟ فقال فصل الشتاء: أنا فصل الخير والبركة، الأطفال يحبون اللعب بالثلج في وقتي، وتجتمع العائلات حول المدفأة. فقال فصل الربيع: لا، بل أنا أكثر حبا عند الناس، ففي وقتي تخضر وتورق الأشجار وتطير الفراشات هنا وهناك، وتشكل أجمل اللوحات. فتنحنح فصل الصيف قائلا: أنا محبوب عند الناس أكثر، ففي وقتي يستمتعون بالعطلة الصيفية ويخرجون للسباحة على شاطئ البحر. وجاء دور الخريف فقال: أنا فصل يحبني الأطفال كثيرا، ففي وقتي يستمتع الكبار والصغار بموسم الزيتون، ويذهب التلاميذ إلى المدارس. ما أحلى الفصول الأربعة. استمعنا إلى النص، نعيد قراءة النص مرتين أو ثلاثة قبل أن ننتقل إلى الأسئلة. إذا أعجبك هذا الفيديو أعزائي، اشتركوا في قناتنا وادعمونا بإعجاب وتعليق ليصلكم، لنستمر في تقديم المزيد. ننتقل إلى أسئلة الفهم. حول الفهم، هات عنوانا مناسبا للنص. السؤال الثاني: ما هو الفصل الذي يذهب فيه الناس إلى البحر؟ السؤال الثالث: استخرج من النص مرادف كلمة أجمل، ثم كون بها جملة من تأليفك. استخرج من النص ضد كلمة يكرهون، ثم كون بها جملة من تأليفك. قرأت الأسئلة، فكروا فيها قليلا. عنوان مناسب للنص. النص يتحدث عن فصل الشتاء فقط؟ لا. يتحدث عن فصل الخريف فقط؟ لا. يتحدث عن فصل الربيع؟ لا. يتحدث عن فصل الصيف فقط؟ لا. تحدث عن فضل الفصول الأربعة. إذن عنوان النص هو الفصول الأربعة. سؤال ثاني: ما هو الفصل الذي يذهب فيه الناس إلى البحر؟ أي فصل يذهب الناس إلى البحر؟ نجيب: الفصل الذي يذهب فيه الناس إلى البحر هو فصل الصيف. سؤال ثالث: استخرج من النص مرادف كلمة أجمل، ثم كون بها جملة من تأليفك. نقرأ النص، نجد مرادف كلمة أجمل هو أحلى. نكون جملة من تأليفي: أجمل كلمة في الوجود هي كلمة أمي. استخرج من النص ضد كلمة يكرهون، ثم كون بها جملة من تأليفك. نقرأ، لما نقرأ النص نجد ضد كلمة يكرهون هو يحبون. يحبون، أكون بها جملة من تأليفي: الأطفال يكرهون الحروب. كان هذا أسئلة الفهم. ننتقل الآن إلى أسئلة اللغة. طبعا لتحميل هذا الموضوع تجدون الروابط في صندوق الوصف. السؤال الأول: املأ الجدول من النص فعلا مضارعا. النص مليء بالأفعال المضارعة، اخترت لكم فعل واحد: تجتمعوا. تجتمعوا، كذلك يحبون فعل مضارع. ضامرا متكلما: أنا. جمع مؤنث السالم: الفراشات، اللوحات. ظرف مكان: حول. أدخل إحدى أخواتك كان على الجملة الآتية: الأشجار مورقة في فصل الربيع. أدخل أخت من أخوات كان على الجملة الآتية: أخوات كان، هي، كان، أصبح، أضحى، أمسى، سارة. إذن أقول: سارت الأشجار مورقة في فصل الربيع. استبدل اللتان باللذان في الجملة التالية: جاءت اللتان تسكنان أمامنا. اللتان أستبدلها بكلمة اللذان، أقول: جاء اللذان يسكنان أمامنا. رابعا: أكتب التاء المناسبة في آخر الكلمات: أشرقت الشمس وأرسلت أشعتها الذهبية على حديقة منزلنا. أشرقت فعل تكتب في آخره التاء مفتوحة، الشمس وأرسلت فعل تكتب التاء مفتوحة في نهايته، أشعتها الذهبية اسم مفرد مؤنث تكتب التاء مربوطة، على حديقة اسم مفرد مؤنث تكتب فيه التاء مربوطة، منزلنا.
ننتقل الآن إلى الوضعية الإدمازية. إن فصل الربيع من أجمل فصول السنة، فهو فصل الجمال والتجوال. تحدث في فقرة من 6 إلى 8 جمل عن مظاهر فصل الربيع مستعملا اسم إشارة. تعرفوا أسم الإشارة؟ هذا، هذه، أولئك، هذان، هاتان، إلى آخره. إذن فصل الوضعية الإدماجية والتعبير دائما يتكون من ثلاث مقاطع. المقطع الأول هو المقدمة، أستند فيها على السند هذا اللي أعطاهني، ثم العرض، ثم الخاتمة. التعبير أبدأه ببياض وأنهيه بنقطة. سأنشر لكم بعض الوضعيات الإدماجية إن شاء الله في قادم الأيام على صفحتنا deuxièmegeneration.blogspot.com. إذا أعجبكم هذا الموضوع أعزائي، اشتركوا في قناتنا وادعمونا لنستمر في تقديم المزيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.